طبعا مباراة يعني كانت مباراة قوية وحماسية من البداية. من هنا قبل ما أقول أي تحليل للمباراة، أنا بشكر فعلا أبطال النادي الأهلي، مش أبطال النادي الأهلي كلعيبة بس، لعيبة وجهاز فني. إن اللعيبة دي تلعب كم المباريات دي ويلعبوا المباراة الأخرانية دي بعد الضغوطات دي واختلاف البطولة، كأس عالم أندية وبعدين سوبر مصري وسفر و و والكلام ده كله. بشيد كمان بالراجل بتاع الأحمال والاستشفاء والكلام ده يا جماعة، إن في وسط الكلام ده بالمباراة الصعبة دي يبقى اتنين بس، الشناوي وياسر، اللي عندهم شد خفي، واحد في الخلفية واحد في الضمة. يعني ده نجاح للناس دي. لازم برضو احنا يعني نحط السبوت على الحته دي يعني. انما اللعيبه طبعا قدوا مباراه قويه جدا جدا. كولر برضو يعني صمم على نفس التشكيل. عرفنا دلوقتي ايه فايده التبديل والتوفيق اللي احنا كنا بعض الناس بتنتقده قبل كده، وروتيشن كتير لا، هو كان عايز يوصل لأن الناس كلها تلعب. وفي الآخر لما ثبت التشكيل خلال مباراة الثلاثة الأربعة اللي فاتوا شفنا أداء كويس، بس ما كانش يقدر يثبت التشكيل ده إلا لما يبقى عنده كل الناس رجلها في الملعب. فالحقيقة يعني الراجل ده بيثبت كل يوم ويوم إن هو مدرب كويس، وعمل مباراة كويسة. والجون اللي الناس بتقول يعني الجون كذا كذا من نيران صديقه وكده، لا، ما هو برضه ربنا كافئ النادي الاهلي على المجهود الجامد اللي عمله خلال المباراه مع فرقه مريحه بقالها فتره مفيش اجهاد ولا اي حاجه.